السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. نناقش اليوم استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة قبيل يوم من إصدار محكمة العدل الدولية لقرار محتمل بتطبيق إجراءات طارئة ضد الاحتلال الصهيوني عقب دعوة من جنوب أفريقيا تتهم الاحتلال الصهيوني بارتكابه إبادة جماعية في قطاع غزة. مشاهدينا، سيكون معنا في هذه التغطية من الناصرة خالد خليفة الكاتب والصحفي الفلسطيني، ومن عمان الحقوقي والخبير بالقانون الدولي الدكتور أنيس القاسم، ومن باريس المختص بالقانون الجنائي الدولي المعتصم بالله الكيلاني. فاصل ونبدأ التغطية. إذن 111 يوما مرت على الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة، وأبدأ هذه التغطية بسؤال وجهه لك الحقوقي والخبير بالقانون الدولي الدكتور أنيس القاسم. يعني الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة وسط قطاع غزة، ما المتوقع غدا الجمعة من قرار محكمة العدل الدولية؟ تفضل. في حين أقامت جنوب أفريقيا الدعوة وجرت المرافعات قبل أسبوعين، كانت جنوب أفريقيا تطالب بالشق الأول من الدعوة، وهو أن تطلب من المحكمة أن تأمر بقرارات وقتية على إسرائيل. من ضمن هذه القرارات على إسرائيل أن توقف العمليات الحربية وأن تسمح بإدخال الماء والغذاء والأدوية والمحروقات، وأن تسمح للمهجرين بالعودة إلى بيوتهم إذا بقي منها شيء، بالإضافة إلى وقف هذه المعاناة البشرية التي يعاني منها شعبنا في غزة، وهي أقرب ما تكون إلى محرقة منها إلى مجزرة. نعم. طيب، ونتوقع أن تصدر المحكمة تلبية لذلك أوامرها غدا بذلك. وهناك سوابق أصدرت المحكمة الدولية فيها أوامر للدولة المدعى عليها مثل ميانمار مثلا بوقف الإجراءات هذه لكي لا تزيد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه. هذا هو المعيار، الضرر الذي لا يمكن إصلاحه. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا الحقوقي والخبير بالقانون الدولي الدكتور أنيس القاسم. أتوجه بالسؤال الآن إلى ضيفي من باريس المختص بالقانون الجنائي الدولي المعتصم بالله الكيلاني. سيد المعتصم، مرحبا بك. ما تأثير الدول التي ينتمي إليها القضاء على قرار الغد الذي يعد مصيريا وإن بشكل معنوي على المدنيين من أهالي قطاع غزة؟ طبعا تحياتي لك ولضيفك الكريم. اكيد بكل تاكيد الدول اللي ممكن يكون في تاثير على قرار قضاة محكمة العدل الدولية، وخاصة انه الدول هي من ترشح القضاة قبل الخوض في غمار الانتخابات التي تؤدي الى صعود القضاة المحكمة اليوم على اللي عم نشوفه اليوم بمحكمة العدل الدولية. لكن النقطة الأساسية اليوم انه هل من الممكن انه قضاة المحكمة يغامروا بمستقبلهم وبتاريخهم بهي المحكمة التاريخية اللي بتخص جريمة الإبادة الجماعية؟ هي النقطة كمان كتير أساسية، إنه اليوم نشوف قضاة عملوا في القضاء الدولي على مدار 30 و40 عام إنهم يغامروا في انتهاء فترة عملهم بقضاء بإصدار حكم مخيب للأمل. أعتقد اليوم أنا إذا نحن بننظر
على جلسات الاستماع التي خصصت إلى جنوب أفريقيا وإسرائيل، بنلاحظ أنه كان جلسة الاستماع لدى الفريق القانوني لجنوب أفريقيا قدم أدلة دامغة لأفعال الإبادية التي تقوم بها إسرائيل. وإذا بنلاحظ الجلسة الثانية اللي هي جلسة الاستماع الخاصة بإسرائيل، كان فقط دحض تلك الادعاءات، ما كان في عندهم أدلة دامغة يطعنوا بالأدلة اللي قدمتها جنوب أفريقيا. لذلك أنا أظن وأتمنى أن لا يكون هنالك تسييس في قرار يوم غد، لأنه في حال كان هنالك تسييس وصدر القرار، رغم أنه أنا يعني أثق 100% أنه سيصدر القرار لصالح الشعب الفلسطيني، لكن في حال صدر القرار أكيد بيكون طعنة كتير كبيرة لآخر آليات الأمم المتحدة الحيادية. نعم دكتور أنيس، من جديد أعود إليك، يعني ماذا إن صدر القرار إيجابيا بضرورة توقف إسرائيل عن عملياتها العسكرية؟ ما هي الخطوة التالية التي يجب أن تتخذ قانونيا؟ بداية، هذا القرار إذا صدر على إسرائيل سيكون ملزما، وعلى إسرائيل أن تتقيد بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية باعتبار أنها ملزمة بالقرارات التي تصدر عن هذه المحكمة، كونها هي من الموقعين على قانون المحكمة، فضلا عن التزامها الوارد في الاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية. لكن ما يضاف إلى ذلك أن هذا القرار لا يوقف الإجراءات، إنما ستستمر المحكمة في الانتقال إلى الجانب الموضوعي، وهو هل ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة أم لا. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية في هذه الدعوة، ذلك أن جنوب أفريقيا تؤسس دعواها على بينات قوية جدا من أن إسرائيل ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم حرب، واستندت في ذلك إلى تفسيرها لقانون الإبادة، بالإضافة إلى السوابق القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية. والمرافعة التي ذكرها زميلي من باريس هي المرافعة التي قدمتها إسرائيل. في الواقع كانت يعني مرافعة سياسية أكثر ما هي قانونية، حيث كما ذكر الزميل لم تقدم إسرائيل أي بينات. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور أنيس. هب الآن إلى الناصرة، ومن هناك معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الفلسطيني خالد خليفة. أستاذ خالد، أمام القرار المرتقب غدا، إلى أي مدى يبدو نتنياهو محاصرا في ظل التسريبات التي تخص اجتماعه بعائلات المحتجزين؟ تفضل أستاذ خالد. يعني المسألة تتعلق بمحكمة لاهاي مختلفة بالنسبة للعائلات المختطفين. بالنسبة كما تفضلتم بالنسبة لمحاكمة لاهاي والقرار المنتظر غدا، هو يعني كان جاء يعني بعد تفكير سريع لإسرائيل أن تشارك هذه المحكمة، وأن يرسلوا قاضي من أكبر يعني المنتقدين لنتنياهو أهرون باراك. وقد مع على الرغم من الصراع القوي بين أهرون باراك وحكومة نتنياهو، فقد أرسل نتنياهو أهرون باراك للمدافع عن حكومة نتنياهو. كانت إسرائيل تفكر كثيرا قبل أن تشارك في المحكمة، ولكن كان هناك يعني كالعادة فالولايات المتحدة نصحتها بأن تشارك، لأنها إذا لم تشارك فيمكن أن يكون القرار بدون يعني تواجدها. هذا أمر مهم بالنسبة لغدا أن يكون القرار. أغلب التوقعات يعني المتوقع أن يكون قرار ضد إسرائيل بوقف إطلاق النار أو وقف الحرب أو وقف الإبادة، وهذا يمكن أن يكون. بالنسبة لسؤالك، نتنياهو يعني نتنياهو يمكن أن يستعمل هذا القرار لوقف تفكيره بالاستمرار في الحرب، وأن يستغل قضية المختطفين أو الأسرى الإسرائيليين، أن يقول نعم هناك قرار في لاهاي
ويجب علينا أن نبدأ في مفاوضات بالنسبة للأسرى الإسرائيليين. يمكن أن يكون هذا حافز لبدء المفاوضات على هذا الأساس. ولكن يعني يمكن أن يبلبل الرأي العام أن هنالك يعني بدء في مفاوضات من أجل أن ينفي الرأي العام العالمي في القرار المتعلق في لاهاي غدا إن شاء الله. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ خالد. من جديد إليك المعتصم، ما احتمالات أن يكون حكم المحكمة غدا الجمعة سلبيا؟ كيف ستتعامل جنوب أفريقيا مع الأمر حال كان الحكم سلبيا؟ وما هي الخيارات المطروحة للطعن مثلا؟ طبعا كل شيء وارد، يعني وارد أن يكون الحكم إيجابي، وارد أن يكون الحكم سلبي في حال قرر قضاة المحكمة بعد التصويت عدم فرض التدابير المؤقتة على إسرائيل كونها بين قوسين ارتأوا أنه لا تقوم بأفعال إبادية. هذا وارد. كيف ستتعامل جنوب أفريقيا مع الوضع وشو الخيارات المطروحة؟ في نقطة كثير مهمة برغب بتوضيحها. أول شغلة أنه التدابير المؤقتة المحكمة بتحتاج لخيارين اثنين. الأول تحدد ما إذا كانت هي تقع تحت الولاية القضائية لها، وهذا بالفعل حدث. والنقطة الثانية ما إذا كانت الأفعال موضوع الشكوى يمكن أن تقع ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية. أحكام محكمة العدل الدولية هي أحكام نهائية غير قابلة للطعن عليها، وهي نقطة كتير مهمة. مع العلم أنه يعني هون بما أنه هي غير قابلة للطعن، هذا بيعني أنه في حال رفضت المحكمة فرض التدابير المؤقتة على إسرائيل يوم غد، جنوب أفريقيا ستستمر في الدعوة الأصلية اللي هي مرتبطة بالأفعال الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، وعلى أن إسرائيل تقوم بخرق اتفاقية الإبادة الجماعية. طبعا في حال صدر عكسي، وهذا المتوقع أن يكون إيجابي ضد إسرائيل، نقطة كتير أساسية أنه المحكمة ما عندها وسيلة إلزامية للتطبيق، رغم أنه القرار ملزم التطبيق من الدولة. لكن في حال أنه إسرائيل ما التزمت فيه، هذا أكيد بضر بسمعتها وبشكل سابقة قانونية أنه دولة عضو في الأمم المتحدة وعضو باتفاقية وعضو بالمحكمة لا تنفذ قرار المحكمة، وهذا بشكل سبق قانوني أعتقد أنه لن تسترجع إسرائيل القيام به. لكن للأسف المحكمة ليس لديها وسيلة تطبيقية إلزامية لتنفيذ. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا الأستاذ المعتصم بالله الكيلاني. من جديد إليك أستاذ خالد خليفة، يعني هل ترى بالفعل أن الاحتلال سيستطيع تطبيق المنطقة العازلة في قطاع غزة وفق التطورات الحاصلة على الأرض؟ ما خطورة هذه المنطقة على التركيبة السكانية في غزة بشكل عام حال حصلت وتمت؟ الخوض في مرة ثانية أطرح عليك السؤال أستاذ خالد، هل ترى بالفعل أن الاحتلال يستطيع تطبيق المنطقة العازلة في غزة؟ وما خطورة هذا حال تم فعلا على الأرض؟ ما خطورته على التركيبة السكانية الخاصة بأهالي غزة؟ نعم، سأجيب على هذا السؤال. فقط بالنسبة للسؤال السابق، تفضل. قانون أن إسرائيل أهم شيء ليس فقط تطبيق القانون من قبل النظام الدولي، من قبل الولايات المتحدة، ولكن ما يهم إسرائيل هي السمعة والإيمج تبعها، إيمج تبع الدولة الإسرائيلية أو الدولة الإسرائيلية كدولة، حيث ستكون بعد هذه الحرب تماما كبورما التي طردت حوالي 1,000,000 مسلم، والبوسنة سوف تكون دولة معزولة. وهذا ما يخيف الإسرائيليين، هذا أكثر ما يخيف الإسرائيليين، وهذا هو سبب أسرع في مشاركة إسرائيل في هذه المحكمة وإرسال قاضي إلى هذه المحكمة. أما بالنسبة لسؤالك بالنسبة لقدرتها على جعل المنطقة عازلة، هي تحاول ولكنها لا تقول. بالنسبة لنتنياهو يقول بأنه يريد القضاء على حماس،
ولكنه ما يحاول صنعه مع الجهاز العسكري في إسرائيل هو أن يحدث منطقة عازلة بالنسبة لكل بالنسبة للمنطقة الشمالية. هنالك آراء بأن يخلي المنطقة الشمالية جميعا كل المنطقة الشمالية لغزة لقطاع غزة من السكان، وعلى هذا الأساس تم يعني تدمير كل العمارات والأبنية فيها وجعلها منطقة عازلة. نعم. وبعدها دحر السكان الفلسطينيين إلى جنوب غزة وإلى المركز. هذه هي المحاولة. برأيي هناك من الصعب أن تستطيع إسرائيل أن تنفذ هذه العملية، لأن هذا هنالك يعني سيكون وضع جديد في حال توقفت الحرب. وما نراه أنه خلال 110 أيام أو 120 يوم لم تستطيع إسرائيل السيطرة بشكل مطلق على منطقة غزة، فما بالك لو أنها تستطيع السيطرة على المنطقة الشمالية على مدى طويل. فهذا يعني نعم، لكن حال حصل هذا أستاذ خالد، حال يعني استطاعت إسرائيل مثلا أن تفرض منطقة عازلة بينها وبين قطاع غزة، حدثنا عن الأثر الذي يمكن أن يترتب على التركيبة السكانية الخاصة بأهالي غزة حال فعلا جرى تثبيت منطقة عازلة. يعني سيكون نوع من عدم الاستقرار. تخيل أن حوالي 2 مليون فلسطيني موجودين في مساحة سكانية لا تزيد عن 100 كيلومتر، هناك فقط 100. نحن لا يجب علينا أن لا ننسى أن غزة هي فقط 265 كيلومتر كلها، وإسرائيل تملك سيطر على 27,000 كيلومتر. ففي هذه الحالة سوف تدحر الفلسطينيين إلى 100 كيلومتر وتسيطر على أكثر من 150 كيلومتر، وتدحر السكان الفلسطينيين المليونين فلسطيني 1,400,000 فلسطيني إلى 150 كيلومتر بين الحدود المصرية والحدود الإسرائيلية، وسوف يكون حالة عدم استقرار متواصلة. ويجب عليها أن يعني تجند حوالي 200,000 أو 150,000 جندي للاستمرار في هذا المعركة، إضافة إلى 100,000 جندي الآن تجندهم في الضفة الغربية للسيطرة على الوضع في الضفة الغربية. سوف يكون عدم استقرار في الضفة الغربية وعدم استقرار في غزة وبالنسبة لإسرائيل، وعدم استقرار داخل إسرائيل. هذا هو الوضع الذي سيكون. هل إسرائيل ستستطيع يعني أن تتماشى مع هذا الوضع؟ لا يوجد وضع اقتصادي. نعم. ولا تنسوا كمان الشيء الآخر، ما يحدث في شمال البلاد والتهديد الاستراتيجي الذي تواجهه أمام حزب الله في شمال البلاد. يعني الوضع يعني من الصعب جدا أن تستطيع أن تستمر. هذه هي عمليا فكرة نتنياهو، هذا ما يريده نتنياهو لكي يستمر في البقاء في الحكم. ولكن هناك الجهاز العسكري الذي يضغط عليه يقول له انهي هذه المسألة، انهي، يجب عليك إيجاد وضع ما بعد الاجتياح الإسرائيلي على غزة، وهو لا يوجد بأيديه أي شيء، لأنه ما يريده هو الاستمرار في السيطرة وعدم إقامة دولة فلسطينية بعد هذا الوضع الصاحب الذي حدث. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ خالد. من جديد إليك دكتور أنيس القاسم، ماذا عن الموقف الأمريكي؟ هل تتوقع ممارسات ضغوط من الجانب الأمريكي على القضاء في المحكمة؟ هل هذا وارد الحدوث؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أعقب على ما قاله الأخ خالد. تفضل. حول اشتراك إسرائيل في المحكمة. اشتراك إسرائيل في المحكمة ليس منة أو تكرما من إسرائيل. نعم. إنما هو إلزام عليها بالاشتراك في المداولات وفي المرافعات وفي كل الجلسات، ذلك أنها طرف في الاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية، وتفرض هذه الاتفاقية على أطرافها بالحضور. أما وحين يتم تبليغ الطرف المدعى عليه بالدعوة وإذا اختار أن لا يحضر فهذا شأنه، أما أن حضورها أو عدم حضورها هذا خيار لها، ولكن هي ملزمة بالحضور بموجب الاتفاقية الدولية. بالنسبة للموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي صدور القرار بالإجراءات الوقتية
ربما لا يؤثر على أمريكا بشكل مباشر، إنما قد يؤثر عليها بشكل غير مباشر، بمعنى أن وقف الحرب لو صدر القرار بالاستجابة لطلبات جنوب أفريقيا، فهذا نعم يؤدي إلى وقف الحرب، وهذه طعنة للمطلب الإمبريالي الأمريكي الذي عارض وقف إطلاق النار. نعم وهذه خطوة مهمة جدا ولطمة كبرى ليس لإسرائيل فقط وإنما لسيدها الإمبريالي. طيب، هذه النتيجة التي تفترض حدوثها دكتور أنيس، حال يعني فعلا يعني حال حصلت، أو مثلا هل تتوقع يعني مثلا الجانب الأمريكي هل ممكن أن يمارس شكلا من أشكال الضغوط على رئيسة المحكمة بحيث تغير قرارها، تعدل في قرارها بما يرجح كفة الاحتلال على كفة الفلسطينيين؟ هل ممكن أن تفعل أمريكا ذلك؟ أنا أستبعد أن يخضع القضاء لأي نوع من التأثير، ذلك أن هؤلاء القضاة ينتخبون على أساس كفاءاتهم وأخلاقهم وسلوكهم المهني، نعم، وليس على أساس جنسياتهم، نعم، وبالتالي ينتخبون مباشرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، نعم، وبالتالي هم يعني يتمتعون باستقلالية مطلقة، وهكذا يعني تجري الأمور. يعني إحنا في قضية، في الرأي الاستشاري في قضية الجدار الفصل العنصري، كان في هناك قاضيان على المحكم في المحكمة، قاضيان يهوديان، قاضي يهودي بريطاني والآخر يهودي أمريكي، ومع ذلك القاضي البريطاني صوت مع الأغلبية كاملة، القاضي الأمريكي لم يعترض على المعطيات الأساسية القانونية الأساسية في الدعوة، يعني هو وافق مع المحكمة أن الجدار غير شرعي ويجب هدمه، ومقولة إسرائيل بأنها تبني الجدار دفاعا عن النفس هي مقولة فاسدة. جميع هذه المعطيات الموضوعية هو اتفق فيها مع المحكمة، إنما خالف الرأي لسبب فني فقط لا غير، إجرائي، إنه إسرائيل لم تكن موجودة لتقدم وجهة نظرها فقط. يعني لا أنت غير. تستبعد أن يكون هناك أي ضغوط سياسية من أمريكا أو غيرها على القضاء وعلى رئيسة المحكمة بشكل طبعاً. خاص هؤلاء يتمتعون بمصداقية عالية. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور أنيس. من جديد إليك المعتصم بلال الكيلاني، يعني ما تداعيات استخدام أمريكا حق النقض في مجلس الأمن حال قررت المحكمة ضرورة وقف إسرائيل أعمالها العسكرية لأعمالها العسكرية في غزة؟ ما الحلول البديلة قانونيا؟ بس اسمح لي أول شيء على موضوع التسييس بس أضيف نقطة كثير صغيرة. لحنا شفنا من تقريبا قرابة الشهرين كان في دعوة مقدمة من حكومة كندا وهولندا ضد النظام السوري، الحكومة السورية بممارسة التعذيب، وتم فرض التدابير المؤقتة على النظام السوري على أنه هو بيمارس التعذيب، وهذا واضح، يعني كل العالم تعرف أن النظام السوري بيمارس التعذيب، لكن تم تسييس بكل صدق. يعني على موضوع التسييس، القاضي الروسي كيريل جيفورجيان والقاضية الصينية آنذاك شيو هانكين صوتت ضد هذا القرار، يعني هن بيعتقدوا أنه لا يوجد تعذيب في سوريا، وهذا بيتوافق مع رأي الدولتين بما يخص سوريا. فأعتقد أنه قد يكون هنالك تسييس، يعني ما بدنا نصفي الأمور ونقول أنه ممكن أنه ما يكون هنالك تسييس. إذن أنت ترجع احتمالية أن يكون هناك تأثر سياسي قد تلعبه دور تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تؤثر على أحد أعضاء هذه المحكمة من القضاء وربما رئيستها. 100% لحنا أنا واثق أنه حيكون فيه، بس أنا أعول على موضوع الأغلبية، أنه يكون في أغلبية التصويت لصالح القرار لصالح جنوب أفريقيا. طيب، بالعودة إلى السؤال الذي طرحته عليك أستاذ المعتصم فيما يتعلق باحتمالية استخدام أمريكا من جديد حق النقض الفيتو في مجلس الأمن حال صدر قرار من محكمة العدل الدولية
بضرورة أن توقف إسرائيل أعمالها العسكرية في غزة. السؤال هنا، ما الحلول القانونية المتاحة حال حصل هذا؟ طبعا مثل ما ذكرت لحضرتكم قبل شوي، اليوم المحكمة ما عندها سلطة تنفيذية أو وسائل تنفيذية تلزم الدول، فهي اللي بتعمله أنه تصدر قرار بفرض التدابير المؤقتة وعلى الدول التطبيق. في حال الدولة لم تطبق ذلك، يتم تقديم الملف إلى مجلس الأمن للتداول وفرض هذا المعتاد، هذا المعروف، فرض التدابير المؤقتة باستخدام البند السابع وهو استخدام القوة. لكن في حال ممكن، وارد كل شيء، أنه مثلا أحد الدول تستخدم حق الفيتو، طبعا هذا جدا حيكون معيب وحيكون، برجع بقول لك، سابقة لأول مرة بيتم استخدام حق الفيتو بقرار يخالف تماما قرار محكمة العدل الدولية ومختص في جريمة دولية، هي بين قوسين جرائم حرب وهي جينوسايد، هي إبادة جماعية. فأنا لا أظن ذلك، لكن إذا كان في عنا هيك احتمال، نحن بيكون في عند الفريق الجنوب أفريقي خيارات جديدة، هي عودة تقديم طلب لمحكمة المحكمة العدل الدولية بما يخص فرض تدابير مؤقتة من جديد بناء على أدلة جديدة يستطيع تقديمها. النقطة الثانية هو استخدام أساليب دبلوماسية لحل نزاع، لأنه هون أنت اللي حيشكل هذا عندك سابقة كثير كبيرة وحيشكل نزاع أكيد دبلوماسي دولي، وبالتالي أنت بحاجة أن يكون في عندك آليات ضغط لعملية التنفيذ. والنقطة الأخيرة اللي هي إمكانية اللجوء إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وبين قوسين اللي هو الاتحاد من أجل السلام، في حال كان هنالك استخدام لحق الفيتو بما يخص عمل، بما يخص حرب، بما يخص عمل إنساني كتير كبير، يمكن أنا ذاك الدعوة إلى التقدم إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل ما يسمى التصويت، الاتحاد من أجل السلام اللي هو لا يرتبط بتصويت أعضاء مجلس الأمن. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا المعتصم بالله الكيلاني. طبعا مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدين الكرام المتواصلة من خلال شاشة قناة الرافدين الفضائية بشكل يومي، وها هي تتواصل معكم في اليوم 111 من هذه الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أهالي قطاع غزة. الأمم المتحدة أكدت أن أكثر من 60% من منازل قطاع غزة هدمت بشكل كلي أو جزئي، كما أنها أصدرت الكثير من التقارير التي تفيد بأن قطاع غزة أصبح بيئة غير قابلة للعيش. وأضافت أيضا أن ما يزيد عن ثلثي مواطني قطاع غزة يتكدسون هذه الأيام في منطقة رفح التي يعني هي لا تزيد عن 20% من مساحة قطاع غزة ككل، ومع ذلك يتكدس بها ما يزيد عن ثلثي المواطنين. فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من تغطيتنا، فابقوا معنا.
نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وما زلنا في إطار هذه التغطية المستمرة من خلال شاشة قناة الرافدين الفضائية في اليوم 111 من الحرب الصهيونية المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة من شماله وحتى جنوبه. من جديد إليك أستاذ خالد خليفة، ماذا تبقى من حل الدولتين؟ لماذا يعيد بايدن الحديث عنه رغم إعلان نتنياهو وفاة حل الدولتين في أكثر من تصريح؟ شكرا. فقط أريد أن أبعث تحياتي إلى البروفيسور أنيس القاسم، وهو صديق قديم، لقد كان اجتماعي به قبل 30 عاما ملهما ومؤثرا في لندن، حيث كان مكتبه هو كرئيس جمعية الحقوقيين العرب هناك. كل الاحترام له، وأنا مبسوط أنا سعيد جدا بلقائه. شكرا. أنا فقط أريد أن أقول بأن يعني بالنسبة لما تفضلت مع الأخ معتصم بالنسبة والبروفيسور نانيس بالنسبة للولايات المتحدة، قبل الجواب على إجابة على سؤالك، أن الولايات المتحدة يعني بالنسبة للمحكمة لهاي غدا هاج، الولايات المتحدة هي شريك، أثبتت أنها شريك في العدوان على غزة، شريك قوي وعضوي لإسرائيل. حتى بالنسبة لاحتلال أوكرانيا، هي لم تشارك بنفس القوة التي شاركت فيها في الحرب على غزة، لم تشارك، بل بعثت العديد من الدول الأوروبية وأرسلتها ودعمتها، ولكنها لم تشارك في مواجهة روسيا. أما بالنسبة لغزة هي شريك فعلي وقوي. انظر الآن، لقد بعثت حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط، لقد بعثت المدمرات، وهي الآن يعني أرسلت الذخائر إلى إسرائيل، والآن هنالك يوجد قيادة الأركان الإسرائيلية في الولايات المتحدة تريد الحصول على آلاف الأطنان من الذخيرة للاستمرار في الحرب على غزة، وهذا بدعم من الولايات المتحدة، وبدون هذا الدعم إسرائيل لا تستطيع الاستمرار. الولايات المتحدة شريك. أيضا لقد بعثت الولايات المتحدة، جاءت إلى الشرق الأوسط وهددت الدول العربية لكي لا تدخل في أي تدخل بالنسبة لغزة، كما هاجمت اليمن، الهجوم الكاسح على اليمن هذا كمان شيء من الهجوم لمساعدة إسرائيل، وكمان أيضا في العراق وفي سوريا. نعم، لكن أستاذ خالد، عن نقطة حل الدولتين التي يرفضها نتنياهو على ما يبدو أن بايدن يتمسك بها، ماذا عن هذا الحل؟ هل يشي أن هناك خلافا آخذا بالاتساع بين بايدن ونتنياهو مثلا؟ يعني فقط أريد أن أقول بأن حل الدولتين، هذه الولايات المتحدة تقول هذا الأمور منذ سبتمبر، عندما في البيت الأبيض وقعت الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على اتفاقية أوسلو منذ سبتمبر أيلول 1993، وهي تردد نفس الأسطوانة الولايات المتحدة وتقول حل الدولتين. ليس فقط بايدن، ولكن قبله بوش وأوباما والجميع يقولون ذلك، يعني كنوع من الديسبشن في الولايات المتحدة. أنا تعلمت في الولايات المتحدة ماذا العلوم السياسية، الدرس الأول في العلوم السياسية هو ديسبشن، أن لا تقول الحقيقة وأن تقول شيء آخر منافي الحقيقة. الولايات المتحدة برأيي لا تؤمن بحل الدولتين، ولكن تستعملها كذريعة للدول العربية بأنها تؤيد حل الدولتين وبأنها مع الدول العربية وضد إسرائيل، ولكن في نفس الوقت لا تؤيد عمليا، هي تؤيد إسرائيل بأن لا تتماشى مع حل الدولتين. انظر الآن الوضع القائم الآن، بايدن، تذكر تفضلت عن بايدن، كيف ستقيم إسرائيل حل الدولتين؟ إسرائيل تواجه ما يجري الآن في هاج تواجه، وكيف ستكون إسرائيل، وكيف ستتخلص من الحرب، وهل ستتنازل عن الضفة الغربية، وهل ستتنازل عن غزة، وكيف تستمر بعد ذلك؟ برأيي ما سيكون هو نوع من الصوماليزيشن، الصوملة، أي نوع من الصوملة. إذا أنت ترى أستاذ خالد أن الولايات المتحدة الأمريكية لفظيا مع حل الدولتين وعمليا مع نتنياهو وإسرائيل بشكل عام ضد هذا الحل. من جديد إليك دكتور أيوب القاسم، دكتور أنيس عفوا، يعني
ما أهمية دخول دول أخرى على خط دعم جنوب أفريقيا بدعواها وأن يصبحوا أطرافا في هذه الدعوة؟ ما أهمية حدوث ذلك؟ هذه خطوة مهمة جدا، أن تتدخل أكبر عدد ممكن من الدول دعما لمطالب جنوب أفريقيا، لأن في ذلك تأثيرا وخلق انطباع لدى المحكمة الدولية أن هناك جريمة إبادة ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة. هذا يؤيد مطالب جنوب أفريقيا ويؤيد المقولة القانونية أن ما تجريه إسرائيل من محارق في غزة هي جرائم إبادة جماعية. وهذه الدول حين تتدخل تقدم مذكرات تفسر فيها الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الإبادة الجماعية، وهذه التفسيرات يجب أو يعني من المتوقع أن تأتي متوافقة مع تفسير جنوب إفريقيا لهذه الاتفاقية. وهذا دعم كبير وتأييد وخلق رأي عام قانوني دولي أن ما يجري من محارق هي إبادة جماعية. نعم. من جديد إليك المعتصم، يعني في بحث غزة عن العدالة، ما الفرص أمامها اليوم للانتصار لآلاف المدنيين الذين قتلوا جراء العدوان المستمر منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023؟ كيف يمكن الانتصار لهذه الدماء قانونيا وكذلك دوليا وعلى مستوى مختلف شعوب العالم؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ الانتصار لهذه الدماء قانونيا ودوليا. أستاذ المعتصم، هل تسمعني؟ اليوم طبعا في نقطة كثير مهمة، تفضل. اللي هي موضوع مكافحة الإفلات من العقاب. اليوم في حال أفلتت إسرائيل من العقاب عن ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، هذا بيعطي السماح لجميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على أن ليس هنالك عقاب في العالم. وبالتالي اليوم هنالك اختبار حقيقي للمحكمة العدل الدولية اللي هي الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة، وبالتالي اليوم المنظومة العامة، هنالك تحدي جدا كبير للمنظومة العامة للأمم المتحدة في أنها قادرة لتحقيق الهدف الأساسي التي شكلت من أجله هي عندما تشكلت الأمم المتحدة، هي لنقطتين اثنتين. الهدف الأول هي وقف الحروب، والثاني هو إحلال السلام. فبالتالي اليوم إذا فقدت الأمم المتحدة قدرتها على إيقاف الحروب وإحلال السلام، وبالتالي لن تستطيع الأمم المتحدة فعل أي شيء مستقبلا، وبالتالي أصبحنا أمام لحظات تاريخية مشابهة تماما لإنهاء حقبة عصبة الأمم. اليوم بكل تأكيد هاي الجرائم، الخطوة الأولى هي محكمة العدل الدولية، أكيد رح يكون في خطوات ثانية ملاصقة لها. اليوم أكيد كل هاي الانتهاكات يجب أن تتم محاسبة إسرائيل عليها، لحتى تكون كمان هي بوابة لمحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب في العالم، وبالتالي تستطيع إنهاء سياسة الإفلات من العقاب اللي موجودة اليوم، أصبحت في جميع مناطق العالم وأقاليم العالم. أستاذ خالد، أين أضحت السردية التي يروج لها الاحتلال الصهيوني بوجود مشروع ديمقراطي تعددي في ظل الأزمة السياسية التي يعاني منها الكيان نتيجة حربه المستمرة في غزة؟ بالنسبة للسردية، يعني الكل هنا في إسرائيل يفكرون أنه يمكن القضاء على الانتفاضة أو القضاء على المقاومة في غزة، وبعد ذلك كل شيء سيكون على ما يرام. هذا ليس هو الواقع الحقيقي. هنالك شخص اسمه نتنياهو، ما يريده هو استمرار في هذه الحرب كي يفلت من العقاب أو من المحاكمة. هذا شيء مهم، هو يريد الاستمرار في المعركة، لا يهمه الكثير.
ليس فقط هو، هنالك ايضا حوالي مؤيدين 64 من النواب الذين يؤيدونه في الاستمرار في هذه الحرب بدون التفكير، بدون التفكير على الأسرى الإسرائيليين، بدون التفكير على الإصابات الإسرائيلية. هذا شيء مهم. وهنالك الجهاز العسكري أيضا، الجهاز العسكري الذي يأتمر للجهاز السياسي، بمعنى الجهاز العسكري لا الذي يعارض ما يريده نتنياهو، ولكنه في نفس الوقت لا يستطيع أن يرفض مطالب نتنياهو، ولأن إذا رفض مطالب نتنياهو يقولون هنا أن سنكون كمثل الدول العربية، سيكون نظام انقلاب عسكري وستكون انقلابات وسنكون كالدول العربية. الجهاز العسكري لا يريد ذلك. وهنالك الجهاز الرأي العام، الجهاز المدني، المجتمع المدني. المجتمع المدني الإسرائيلي هو يؤيد الحرب الآن، يؤيد الحرب، ولكن لا يفكر في الحل ما بعد ذلك. هم لا يفكرون ماذا سيكون بعد ذلك. ما سيكون بعد ذلك سوف لن تكون إسرائيل التي كانت في الماضي، سوف تكون إسرائيل يعني الدولة القوية، الدولة التي بمعنى الدولة القوية إقليميا التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لضرب باقي الدول العربية في المنطقة، يعني فلن تكون ذلك. القدر معكم ضيفي من الناصرة الأستاذ خالد خليفة الكاتب الصحفي الفلسطيني، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. من جديد إليك دكتور أنيسة القاسم، وبعجالة لو تكرمت، يعني إلى أي مدى يبدو القانون الدولي على المحك في ظل ما يجري في غزة والدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا؟ ما أهمية وجود أدوات فعالة لتطبيق مثل هذه المبادرات؟ وجود أدوات فعالة هذا مهم وجزء لا يتجزأ من النظام الدولي والحفاظ على الأمن والسلام الدولي قدر المستطاع. إنما التأثير المخرب لهذا النظام الدولي هو النفوذ الأمريكي، هذا الذي يخرب كل النظام الدولي، لأنه يدعم لنا أن نتصور أن الولايات المتحدة من دون دول العالم لها 800 قاعدة حربية حول العالم. كيف تضمن أن يكون العالم آمنا وسليما بهذه القواعد؟ لماذا؟ هذا لأن أمريكا تمارس ضغطا وإرهابا دوليا على كل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو التي تناضل لإنجاز استقلالها الوطني، كما هو الحال في الشعب الفلسطيني. وبالتالي لا عيب في القانون الدولي، إنما العيب في الدول التي لا تراعي ولا تحترم هذه القواعد كالولايات المتحدة، وهي التي تشد أزر إسرائيل وتحضها على مخالفة كل قواعد القانون الدولي. من جديد إليك بهذا السؤال الأخير أيضا المعتصم بالله الكيلاني، وبعجالة لو تكرمت، يعني ما المطلوب اليوم من الأمم المتحدة ومؤسساتها لإيقاف المجازر المستمرة في ظل تحرك محكمة تابعة لها بهذه القضية؟ طبعا اليوم أكيد لازم يكون في أدوار ثانية وأدوات ثانية بتقدر الأمم المتحدة أن تمارسها. منهم اللي لازم ما نستهين فيهم هي دور الأمم المتحدة الوساطي والدبلوماسي من خلال تشجيع المبادرات الدبلوماسية لتحقيق وقف في إطلاق النار والمفاوضات لحل النزاع، منها إرساء الحظر الدولي اللي اليوم بإمكان الأمم المتحدة الضغط دوليا على إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية وأخرى، منع حظر توريد أسلحة، وهي نقطة كتير مهمة، وفرض حظر لتوريد المنتجات الدعم اللوجستي للجيش الإسرائيلي. وبالتالي هون أنت بتكون عم تفرض، وهذا كله بيتم تنسيقه مع مجلس أمن، تكون أنت عم تحاول تفرض آلية من آليات وأدوات الدعم والضغط على إسرائيل. أيضا تشكيل لجان تحقيق دولية خاصة بما تقوم به إسرائيل وأرسالها تحت الضغط إلى غزة لتكون على أرض الواقع و تقوم بالتحقيق، وأيضا التعاون مع المحكمة الجنايات الدولية. لكن المأمول ألا تذهب كل هذه الآمال أدراج الرياح حينما يواجهها حق النقد الأمريكي، ونرجو ألا يحصل ذلك. على العموم أشكرك أكيد ضيفي من باريس المختص بالقانون الجنائي الدولي المعتصم
بالله الكيلاني، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي من عمان الحقوقي والخبير بالقانون الدولي الدكتور أنيس القاسم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية. دائما وأبدا مع غزة، تابعونا من خلال هواء الرافدين بشكل يومي، وهذه التغطية المستمرة. طوفان الأقصى معركة شعب صابر في وجه احتلال غاشم. إلى اللقاء.